أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة النحل في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. وقد وصلنا في هذا المجلس إلى قول الله عز وجل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ما زالت الآيات تتحدث عن المشركين، اعتقاداتهم وأفعالهم، وتبين فساد تلك الاعتقادات والأفعال، وأنها مبنية على قلة العقل والكبر عن قبول الحق. يقول الله عز وجل من أفعالهم المشينة: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، أي يجعلون للأصنام التي لا تعلم نصيبا من الرزق الذي يتفضل الله به عليهم، فهم يذبحون لهم وينذرون لهم علما بأنهم لم يخلقوا شيئا ولم ينعموا على أحد، ولذلك جاء التهديد قويا في حقهم ومؤكدا بالقسم: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والقسم بالتاء كما يقول جماعة من العلماء أبلغ وأقوى من القسم بالواو، فالقسم بالواو يأتي بالقسم بالله وبالقسم بغير الله عز وجل، كما في قوله: والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى، كل ذلك جاء بالواو. لكن القسم بالتاء ما جاء إلا مع اسم الله عز وجل ومع اسمه الأعظم الله: تالله وقد أقسم بالله بحرف التاء في هذه السورة مرتين. وفي هذا الوجه بالذات قال الله عز وجل: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، وقال: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. قال مهددا إياهم: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، أي ستسألون عن هذه الفرية، الفرية الكذبة التي لا حقيقة لها ولا أساس. من أين جئتم بأن هذه الآلهة أو ما تدعونه من دون الله له الحق في شيء من هذا الذي رزقكم الله؟ تذبحون لهم، تنذرون لهم، وتتقربون إليهم، من أين لكم ذلك؟ هل جاءكم في كتاب من عند الله، أو على لسان رسول من رسل الله، أو دلت عليه دلائل عقلية؟ من أين جئتم به؟ تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ثم ذكر قبيحة أخرى من قبائحهم فقال: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. المشركون كانوا ينسبون إلى الله الملائكة ويقولون: الملائكة بنات الله، وهذا من ظلمهم، فإن الله عز وجل أحد صمد لم يلد ولم يولد، ومن نسب إليه الولد فقد أساء وظلم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكيف ينسب إلى الله الولد؟ الولد إنما هو من صفة الناقص الذي يحتاج إلى من يخلفه وإلى من يعينه ويسنده، أما الله فهو الإله الحي القيوم الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها بحاجاتها، وهو السيد الغني الذي ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، والعجيب أنهم يجعلون لله من الولد ما يتقذرونهم منه، يعني انظر إلى سوء خلقهم مع الله، حتى لما نسبوا الولد إليه نسبوا إليه من يتأففونهم من أن يكون لهم. ثم ذكر ذلك بقوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا سيقت البشرى لأحدهم بأنه قد رزق ببنت ظل وجهه مسودا من الغم الذي نزل به وهو كظيم، أي ممتلئ حزنا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يلوذ ويستخفي من الناس من سوء ما بشر به لأنه يكره ذلك كراهية شديدة. أيمسكه على هون، يعني أيمسكه على ذل وهوان، أم يدسه في التراب أي يئده، كما كانت بعض قبائل العرب تفعل تائد البنات وهن حيات. ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء الحكم ما حكموه عندما نسبوا إلى الله ما يتنزهونهم من نسبته إلى أنفسهم. سبحان الله، الله منزه عن الولد والصاحبة، وأنتم عندما نسبتم الولد إليه ما نسبتم إليه إلا من تسترذلونه وتحتقرونه ولا تقبلون به، فما أعظم جوركم وأعظم إهانتكم لربكم وسوء حكمكم مع الله سبحانه وتعالى. وقد كان من عادة العرب أنهم لا يحترمون الأنثى ولا يفرحون بها، فجاء الإسلام بضد ما كانوا عليه، وهو إكرام هذه المرأة وإكرام هذه البنت وإعلاء شأنها، بل جعل الله عز وجل الأجر المرتب على تربيتها أعظم من الأجر المرتب على تربية الإبن. من عال جاريتين له أو لغيره كن له حجابا من النار. لاحظوا، تعول جاريتين لك أو لغيرك من الناس يكن حجابا لك من النار. وفي القرآن ما يدل على هذا المعنى من وجه عام، عندما قال يهب لمن يشاء ماذا؟ إناثا، بدأ بهن، قالوا لأنه بدأ بحظ الآخرة قبل حظ الدنيا، لأن الولد الإبن من حظ الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالله عز وجل كرمهن بأن قدمهن لأنهن من حظ الآخرة. الدنيا متاع ومتاعها سريع الزوال، لا تأبه بها أيها المخلوق، افرح بالذي يقربك من الله. إن تربية هؤلاء البنات والعطف عليهن والصبر وإكرامهن إنه عند الله بمكان، وأجره بمنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان رزق بسبب بناته، وكم من أسرة رفعت وأكرمت بسبب إحدى بناتها، تزوجها رجل
شريف فشرف قومها. كل ذلك يحصل من الإناث كما أنه يحصل من الذكور مثل ذلك. فعلى ما تقدمون هؤلاء على هؤلاء؟ فهذه عادة جاهلية. وكان من عادة بعض قبائل العرب أنهم لشدة خوفهم على النساء من العار يئدونهن وهن حيات، فيدفنونهن في التراب، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه العادة لم تكن في كل العرب، لأنها لو كانت في كل العرب لما بقي منهم أحد، لأن الجنس البشري ما يبقى إلا بذكر وأنثى، ولكنها كانت موجودة في قبائل من قبائل العرب. وهل انتهى الوعد؟ ما انتهى. هو في هذا الزمان وفي جاهلية هذا القرن أكثر منه في الجاهلية الأولى. الأوائل كانوا يئدونهن خوفا من العار، وأما الآن فإنهم يئدونهن خوفا من قلة الرزق، خوفا من قلة الرزق. واليوم مثلا في الصين عدد ما يجهض من الأجنة ويقتل بعد أن نفخت فيه الروح بالملايين، وفي أمريكا مثل ذلك، بل إن الوأد صارت له أسباب أخرى عجيبة، وهي فشو الزنا في الدول الغربية. لما فشى الزنا بسبب الاختلاط في المدارس، صارت الفتيات في المتوسطة والثانوية يحمل وهن لازلن في سن صغيرة، فإذا حملت وانتفخ بطنها اضطرت إلى أن تذهب للطبيب فينزل الجنين، وقد يكون هذا الجنين قد نفخت فيه الروح. وهذا لون من ألوان الوأد. فالوأد في المعاصرين أكثر منه في الأولين، وحجتهم فيه أسوأ من حجة الأولين. والله عز وجل سيجمع هذه الموؤودة مع من وأدها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة بأي ذنب قتلت، ما الذنب الذي اقترفتيه حتى تقتلين؟ عندنا في الإسلام كل نفس معصومة، حتى لو كانت نفسا خرجت من زنا فهي معصومة، لأنه لا ذنب لها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن هذه الجاهلية لا تعرف الرحمة ولا تعرف العقل ولا الدين ولا الورع ولا التقوى. قال الله عز وجل ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكفار مثل السوء، أي الصفة القبيحة جزاء ما وصف الله عز وجل به من الولد، وذلك لأنهم كانوا يئدون البنات ومع ذلك يشتاقون إليهن ويبذلون قصارى جهدهم في طلب النكاح بهن. فانظروا إلى سخف العقول، كيف تقتلون من تحتاجون إليه ولا تستغنون عنه؟ قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي صفة السوء القبيحة. ولله المثل الأعلى، ولله الوصف الأعلى. ولذلك ليس في صفات الله عز وجل ما فيه نقص، بل كل صفات الله عليا. ومن هذا استنبط العلماء أن الدهر ليس اسما من أسماء الله. لماذا؟ لأن الدهر ليس وصفا أعلى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قوله أنا الدهر ليس المقصود في الحديث القدسي أن الله يوصف بالدهر أو يسمى بالدهر، لأن أسماء الله حسنى وصفاته عليا وله المثل الأعلى. ولذلك نقول المقصود وأنا الدهر يعني أنا الذي أملك الدهر، بدليل قوله في بقية الحديث أقلب الليل والنهار.
قال: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. العزيز الغالب الذي لا يغلب، القادر على كل شيء، الممتنع عمن أراده بسوء. لا يستطيع أحد أن يوصل إلى الله عز وجل سوءا، لأنه عزيز وله العزة كلها، وقد جعلها في شرعه وعند رسله وفي كتابه وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإن قلت: أليس يصيب المؤمنين شيء من الذلة؟ نقول: نعم، تصيبهم هذه الذلة، لكنها ذلة ظاهرة وليست حقيقية. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. العزة التي يجعلها الله لأهل الإيمان باقية، قيامهم بالحق واستمساكهم به وذهاب كل اضطراب وشك وحيرة من قلوبهم، هذا أعظم العزة. وضوح الحق لديهم واستطاعتهم التعبير عن الحق الذي عندهم بأبسط العبارات وأبين الحجج، هذا من العزة. ولذلك لا يقابل أهل الباطل أهل الحق إلا بالقمع والإقصاء، لأنهم لا يستطيعون مواجهتهم في ميدان الحجة والسلطان، إنما يواجهونهم بالقوة. لما دعا إبراهيم المشركين بعدما حطم الأصنام قال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ماذا قالوا؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. يعني نصر الآلهة إنما يكون بطريقة واحدة، وهي أن نحرق هذا الرجل الذي أقام الحجة علينا في دعوتنا أو في بيان شركنا. ما عندهم إلا هذا في ذاك الزمان وإلى اليوم وفي كل زمان، لأن الحق واحد وهو أبلج والباطل لجلج، ما عنده حجة. فهنا يأتي مكمن العزة. ثم إن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالأصل أن الملك والعز إنما يكون لأهل الإيمان، وقد يسلب منهم سلبا حسيا لا معنويا، وظاهريا لا حقيقيا. قال الله عز وجل: وهو العزيز الحكيم. الحكيم أي ذو الحكم والحكمة. فما من أمر من أوامره ولا قضاء من أقضيته إلا وهو في غاية الحكمة. وكل حكم لا يكون إلا من بعد حكمه. فالحكيم ذو الحكم والحكمة، واجتماع العزيز والحكيم دال على معنى زائد، وهو أن عزة الله مقرونة بحكمة وحكمته مقرونة بعزة، بخلاف المخلوقين. فإنك قد تجد من المخلوقين من هو عزيز لكنه بطاش أهوج سريع الغضب غير حكيم، وتجد منهم كثيرا الحكيم الذي ليس عنده من العزة ولا من السلطان والمنعة شيء. أما الله سبحانه وتعالى فله أعلى العزة وله منتهى الحكمة، وعزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة جل جلاله. قال الله عز وجل مبينا لماذا لا يعاجل هؤلاء الظالمين بذنوبهم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إنكم أيها المشركون تستعجلون وتقولون: متى ينزل بنا عذاب الله؟ وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل للعذاب آجالاً لا يقترب منها ولا يبتعد عنها، حتى لو طلبها الرسل ما استطاعوا ولا قدروا على ذلك، إنما تنزل بأمر الله وبقدره. ولذلك قد جعل الله لكل شيء قدرا. لو آخذ الله الناس بظلمهم، كل ما ظلموا عذبهم، ما بقي من الناس أحد،
ولكنه من رحمته جعل آجال الناس في أوقات معلومة لا يستقدمون عنها ولا يستأخرون، ولذلك قد يحدث للناس من بعد ظلمهم توبة، مثل ما حدث لقوم يونس لما غضب عليهم يونس وأقسم أن ينزل بهم عذاب ثم خرج قبل أن يأذن له الله سبحانه وتعالى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. إيش معنى أن لن نقدر عليه؟ يعني أن لن نضيق عليه من القدر، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أو هكذا في الآية. أي نعم، فالمقصود قدر أي ضيق، ظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فضيق الله عليه وجعله في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله عز وجل له ونجاه من ذلك الغم وتلك الظلمة، فألقاه الحوت على جانب البحر. قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن متى يأتي أجلهم لا أحد يعلم إلا الله جل جلاله. قال ويجعلون لله ما يكرهون، يتعجب منهم ويبين كيف أنهم أساءوا الحكم مع الله. يجعلون لله ما يكرهونه من الذرية وهن البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني ينسبون الولد إلى الله ويقولون الحسنى لنا والجنة لنا إذا كانت لهم الجنة، والله قد رضي عنا. وكما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله عز وجل وتصف ألسنتهم الكذب. لاحظوا يا إخواني كيف جعل اللسان يصف الكذب، يعني كأنه يجسد الكذب فيصفه جسما ظاهرا للعيان، وهذا من أبلغ ما يكون في بيان أن الكذب صار جسما فيهم متجسدا ظاهرا بينا. ليسوا يقولون الكذب، لا، تصف ألسنتهم الكذب كأنه ليس في ألسنتهم إلا هو، مثل ما يقولون تصف عينها السحر، فكأن عينها من جمالها هي السحر ذاته، أو يصف وجهها الجمال كأن الجمال هو وجهها، فأصبحت ألسنتهم كأنها هي كتلة الكذب، ما عندهم إلا الكذب. من أين جاءوا بهذا؟ من أين افتروه؟ أين الحجة ولو كانت شعرة في هذه القضية التي نسبوها إلى الله؟ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، كلا والله ليست لهم الحسنى، هذا كذب وافتراء منهم على الله. لا جرم حقا أن لهم النار، أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي متروكون في النار لا يبالى بهم ولا يستجاب لهم ولا يسمع دعاؤهم. أو مفرطون بمعنى مقدمون إليها من الفرط، والفرط هو السابق، مثل ما يقال في الطفل الذي يموت صغيرا فرط لأنه يسبق والديه إلى أبواب الجنة، فهم مفرطون أي سابقون إلى النار يتقدمون إليها لا يدخلها أحد قبلهم. قال الله عز وجل تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. لاحظوا يقسم بأن الشيطان قد أفسد على الناس دينهم فزين لهم الباطل. قال تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كما أرسلناك إلى هذه الأمة، فماذا حصل لهم؟ فزين لهم الشيطان أعمالهم، أراهم تلك الأعمال التي يعملونها ويقومون بها أنها
ممتازة ورائعة وطيبة ومقبولة ومحبوبة إلى الله. وهذه الوسيلة من أعظم وسائل الشيطان في إضلال بني الإنسان. ولأزينن لهم في الأرض، يأتي إلى الباطل فيزينه ويجمله وما يزال به يعني يرغب الناس فيه حتى يجعله بأحسن الأشياء. ومن تزيينه أن يسمي الشيء القبيح باسم حسن، وقد قال ذلك لأبينا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سماها شجرة الخلد وهي شجرة الهلاك والبعد والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، أي يتولى أمورهم اليوم أي في الدنيا، ولهم عذاب أليم. إما أن تكون اليوم يعني في يوم القيامة، أو وليهم اليوم في الدنيا، ولهم عذاب أليم إذا قدموا على الله جل جلاله. قال الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ما أنزلنا عليك الكتاب يا محمد إلا ليكون بيانا لهؤلاء الناس فيما اختلفوا فيه. وقد اختلفوا في أشياء، منها البعث ومنها التوحيد، فبيان ذلك كله قد جاء مفصلا في هذا الكتاب. فبين لهم يا محمد، بين لهم كل هذه الأمور التي أشكلت عليهم واختلفوا فيها وخالفوا فيها الحق وأهله. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. انظروا كيف فرق بين الأمرين أو الهدفين. الأول لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فهو بالنسبة لهؤلاء المشركين يبين الحقيقة ويدلهم على ما يجب عليهم ويبين لهم ما يجب اعتقاده. أما بالنسبة لأهل الإيمان فهو هدى ورحمة، فقد جعله الله هدى ورحمة للمؤمن، وجعله مبينا لأولئك الذين اختلفوا في الكتاب واختلفوا فيما أرسلت فيه الرسل. والهدى هو الدليل الذي يعصم من الخطأ والضلال، والرحمة يعني الذي لا يمكن أن يكون من ورائه شقاء ولا كبد ولا نكد ولا عذاب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن أخذ بالقرآن وآمن به واتبعه فإن الله يهديه ويدله على الطريق، وفي الوقت ذاته يهيئ له الرحمة، الرحمة العاجلة في الدنيا والرحمة العاجلة في الآخرة. قال الله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء. لاحظوا يا إخواني، كل ما يذكر القرآن والوحي والهدى النازل من السماء يذكر الماء الذي ينزل من السماء. لماذا؟ لشدة الشبه بين الاثنين. فالماء الذي ينزل من السماء ينزل بالخيرات وينزل على الأرض وتنبت الأرض ويحصل من وراء نزولها الخير الكثير والرحمة. والهدى الذي ينزل من السماء أيضا مثل ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث أصاب أرضا. كذلك مواقف الناس من هذا النازل من الهدى مثل مواقف الأرض من ذاك النازل من الماء. فالماء إذا نزل، الماء إذا نزل الأرض، ما هي أحوال الأرض؟ منها أرض سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ومنها أرض قيعان تمسك الماء، ومنها أرض خصبة تأخذ الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير. كذلك الناس بالنسبة لما أنزله الله من الوحي، منهم من لا يقبل منه شيئا، ومنهم من يأخذ منه ويكون حظه الأوفر في حفظه وضبطه وإتقانه، ومنهم من يفعله في حياته فينتفع به وينفع الله به من حوله فيكون صالحا مصلحا. قال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها.
وهذا فيه الدلالة على البعث، لأن حال البعث كحال نزول الماء من السماء، ماء من السماء، أو حال البعث كحال نبات الأرض بماء السماء. قال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم قال: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فيه آية وعبرة للقوم الذين عندهم سمع فيتعظون به. ثم قال مبينا شيئا من نعمه على عباده بعد أن ذكر نعمة الوحي ثم نعمة الماء، قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة. والعجيب أن هذه النعم الثلاث قد ذكرت في أول السورة لكن على طريقة القرآن في المثاني. قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني تثنى وتكرر فيه الأوامر والنواهي والأخبار والعظات والعبر والأحكام والقصص لكي يتعظ بها القلب. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وأي عبرة؟ إن فيها عظة وعبرة، والعبرة مأخوذة من العبور، تعبر من الحال التي ذكرت لك إلى حالك فتستفيد منها، أو تعبر بحالك إلى الحال المراد أن تنتقل إليها. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. انظر إلى العبرة والآية العظيمة. نسقيكم، ما قال تشربون مما في بطونه، نسقيكم ليبين لك الامتنان وأن هذا اللبن أنزل أو صنع لكم ليكون السقيا لكم من الله. نسقيكم مما في بطونه، ليس كل اللي في البطون وإنما مما في بطونه وهو اللبن، من بين فرث ودم. لا إله إلا الله، هذه الحقيقة يؤمن بها كل مسلم منذ أن نزل القرآن، لكن لا يعلمون كيف من بين فرث ودم. العلم الآن كشف هذا، قالوا اللبن هذا يتكون من الفرث ومن الدم، هاتان المادتان هما المكون الرئيس للبن. ولذلك أتبعه بقوله: لبنا خالصا. خالصا من ماذا؟ خالصا من ريح الفرث ومن لون الدم، تراه أبيض ناصع البياض، لا يمكن أن يكون هذا خرج من دم. يقولون يا إخواني إن اللتر الواحد من لبن بهيمة الأنعام يستخلص من 500 لتر من الدم، اللتر الواحد. انظر ماذا يسقيك الله، يخرج لك هذا اللتر الواحد من 500 لتر من الدم، يستخرج منها هذا اللتر الواحد لبنا خالصا ليس فيه شيء من لون الدم ولا ريح الفرث المنتن، سائغا يعني سهل الشرب، يسوغ شرابه. ولذلك قالوا إن اللبن لا يشرق فيه الإنسان، ما تصيبك الشرقة والغصة ما تكون من اللبن، تكون من الماء، تكون من الطعام، أما اللبن فلا. قال الله: سائغا للشاربين. قال لي أمس أحد الناس: يا أخي لما قلت لأمي أو خالتي إن اللبن لا يشرق فيه أحد، قالت: أطفالنا يشرقون بألباننا. قلت: نعم، الله قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة، ذكر هذه الخصيصة في لبن الأنعام وليس في لبن بني آدم. وبالفعل نحن نلاحظ أن الطفل قد يشرق باللبن، أما اللبن الذي يخرجه الله من بهيمة الأنعام فهو سائغ لا يشرق فيه الإنسان. وعلى كل هذا جواب، ويمكن أن يقال لأن الطفل لم يتعلم طريقة الشرب فهو يشرق، لكن الكبير لو شرب اللبن لا يمكن أن يشرق منه. سائغا للشاربين، هذه نعمة من أعظم النعم. قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب، أي عبرة أخرى،
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، أي تتخذون منه شيئا تصنعونه للسكر، ورزقا حسنا. لما جاء الرزق وصفه بأنه حسن، مما يدل على أن السكر ليس بحسن. وهذه أول آية في القرآن ورد فيها ذم الخمر. ولما كانت العرب أمة سكيرة تحب الخمر حبا شديدا، حتى كان الخمر سببا في ترك بعض عقلاء العرب للإسلام، مثل الأعشى الذي لما جاء يريد أن يسلم قالوا له: يا أعشى، إن محمدا ينهاك عن الخمر ويحرمه عليك. قال: إذن أعود إلى قومي فأشربه هذا العام حتى يعني أقضي منه نهمتي ثم أسلم. فرجع فوقصته ناقته فمات، نسأل الله العافية والسلامة. قال: من بين فرث تتخذون منه سكرا، ثم بعد ذلك حرم على الناس. ذكر الله عز وجل أن في الخمر منافع ولكن أضراره أكثر، ثم بعدها تطور الأمر فحرم على الناس عند قربان الصلاة، ثم أنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر الآية الثانية. قال: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يدرك ذلك كل من له عقل، لا يحتاج الأمر إلى إعمال فكر، بل من له عقل يدرك هذه النعمة ويدرك الفرق بين اتخاذ العنب والنخيل سكرا واتخاذها رزقا حسنا. ثم قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الوحي هنا يا إخواني الإلهام الخفي، لأن الوحي يطلق على الإلهام أو الإعلام السريع الخفي الذي لا يرى ولا يحس أو لا يعلم به. ومنه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهو إلهام ألقاه الله عز وجل في قلبها. وهذا أيضا إلهام آخر، إلهام فطري للنحل. فإن قلت: لما سميت السورة باسم النحل؟ قلنا لأسباب. أولا: ليبين الله لك أنه أوحى إلى النحل فاستجابت، فيجب عليك أيها الإنسان عندما أوحى الله لك بهذا الوحي النازل إليك من السماء أن تستجيب وأن تأخذ بأمر الله عز وجل. قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ثم أيضا هذه النحلة طيبة، لا تقع إلا على طيب ولا تخرج إلا طيبا، فكن يا ابن آدم مثلها، ما تقع إلا على طيب مما أباح الله لك وأحل لك، ولا يخرج منك إلا طيب، ما يخرج منك الشرك والكفر والنفاق وغيره، كن طيبا كهذه النحلة. فجعلها الله رمز للشكر ورمز لامتثال الأمر ورمز أيضا لدقة النعمة. كيف إن الله أخرج لك من هذه الذبابة أخرج لك شرابا طيبا حلوا فيه شفاء للناس. قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. اتخذي من الجبال ولم يقل في الجبال، لأن بيتها ليس موجودا في الجبل مصنوع لها قبل ذلك، لا، هي تتخذ من الجبل بيتا، تصنع بيتها بنفسها، لأن بيتها من بين سائر الحيوانات تصنعه هي بالخارج منها بالشمع، وتجعله على طريقة تعرفونها أنتم، هذه الطريقة السداسية. ولذلك لم يقل اتخذي في الجبال بيوتا، وإنما قال اتخذي من الجبال بيوتا. أن تقول اتخذ فلان في البلدة دارا، هنا قال من الجبال، لأن لك بيوتا تصنعينها أنت بنفسك. ومن الشجر ومما يعرشون، قال العلماء هذه
أنواع بيوت النحل، بيوت في الجبال وبيوت في الشجر وبيوت فيما يضعه الناس للنحل من صناديق ونحوها يعرشون. وقيمة العسل تختلف باختلاف هذه البيوت الثلاثة، فأفضل أنواع العسل العسل الجبلي ثم الشجري ثم العرشي بناء على هذا الترتيب القرآني، وليس للنحل بيت في غير هذه البيوت الثلاثة. قال ثم كلي من كل الثمرات، فهي تأكل من كل الأزهار والثمار، فاسلكي سبل ربك ذللا، أسلكي الطرق التي جعلها الله لك في طلب رزقك ذللا أي مذللة. ولذلك النحلة من عجائبها أنها تنطلق مسافات بعيدة جدا عن مقرها وبيتها وعرشها ثم تعود إليه، حتى لو نقل بيتها من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر لتعرفت عليه، وهذا من تذليل الله عز وجل لها وتعليمه إياها. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، اختلاف الألوان هذا لا بد وأن له حكمة، ولذلك ذكر الأطباء أن الأدواء تداوى بالعسل باختلاف الألوان، فما كل لون من ألوان العسل يصلح لكل داء. العسل الأسود يصلح للون للمرض الفلاني والفلاني والفلاني، العسل الأبيض يصلح للمرض الفلاني والفلاني والفلاني، وهذا يعرفه الأطباء والمختصون. مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، ولم يقل فيه الشفاء. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فجعله الله شفاء ولم يجعله دواء، جعله الله شفاء أي يوصل إلى المقصود دون أن يكون مثل باقي الأدوية التي تتناولها ولكن قد تشفي وقد لا تشفي، لكنه قال فيه شفاء ولم يقل فيه الشفاء، ليبين أن من الأمراض ما لا يشفي منه العسل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، لما كانت آية النحل والنظر فيها تحتاج إلى إعمال فكر ونظر قلب، قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بينما ثمرات النخيل والأعناب واضحة، وإنزال الماء من السماء ظاهر، فما ذكر فيها التفكر، إنما ذكره في أمر النحل لأنه يحتاج إلى تدقيق ونظر وروية وتقليب فكر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وإلى المجلس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.